وفي وقت سابق في منتدى اليمن الدولي صرحت مديرة مكتب اليمن في البنك الدولي السيدة تينيا ميرا بأن البنك قدم لليمن تمويلا بمبلغ مليار دولار في العام الماضي، حيث أشارت إلى أنه لا يوجد طرفا في اليمن أو خارج اليمن يقبل باستمرار ضياع أموال الشعب المنهوبة بالفساد، واليمن بحاجة لإعادة الإعمار، مؤكدة أن المبالغ المنهوبة تكفي لإعادة إعمار اليمن وتطويره.